افتتاح المقر الجديد ولي الامن المكناس هو تيدخل بطبيعه الحال في اطار استراتيجيه ديال المديريه العامه للامن الوطني اللي كتجي تنزيلا للتعليمات الملكيه الساميه الراميه الى عصرانات وتحديث وتطوير يعني المرفق او البنايات الشرطيه حتى تكون يعني في مستوى يعني الاستقبال المرتفقين من جهه وتجويد يعني الخدمات وتيسيرها يعني بصفه عامه. من جهه اخرى توفير الظروف الملائمه والاجواء الجيده للاشتغال يعني بالنسبه للموظفين من اجل بذل المزيد من العطاء والتفاعل يعني الفعال والناجع والايجابي مع متطلبات ديال المواطنين من حيث الشأن الامني سواء داخل المكاتب او في الميدان. اليوم مدينة مكناس تعيش حدثا ليس كباقي الاحداث، تعيش حدثا مميزا، حدثا كبيرا بافتتاح مقرها الامني الذي سيضمن كما العادة للمواطنين وأيضا المقيمين الأمن والأمان. هذا الأمر الذي اعتدنا عليه والذي ينادي به السيد المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي كما قلت من أجل ضمان الأمن والأمان من تجويد للخدمات الذي أيضا لطالما ينادي بها صاحب الجلالة ملكنا المفدى محمد السادس نصره الله وأيده. طبعا على اعتبار أنني شرطي فنان كان ولا بد أن أقدم لوحة فنية تتماشى مع هذا الحدث الكبير بكبر هذا الصرح. طبعا الأغنية أو اللوحة الاستعراضية الفنية بعنوان حب الوطن يجمعنا والتي تضم أيضا أغنية بعنوان يجبل شهدي والتي أتمنى صادقا أن تنال إعجاب الحاضرين والحضور بشكل عام.